أرسل الهلال الأحمر المصري مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني جراء العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة. هذا وقد تم تجهيز مساعدات تتضمن أدوية ومستلزمات طبية وأدوات حماية شخصية ومستلزمات إعاشة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإدخال المعونات بصفة عاجلة للشعب الفلسطيني. وصرح المدير التنفيذي للهلال الأحمر رامي الناظر أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية التي تولي الوضع الفلسطيني أهمية خاصة وتسعى دائما لتقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه المواقف. قدرنا ان احنا نجهز المساعدات بشكل سريع زي ما حضرتكم شفتوا، تواصل طبعا بشكر الحكومه المصريه والاجهزه التنفيذيه على دورها الكبير في وقف اطلاق النار وفتح الممرات الانسانيه. تبدا الجمعيه تتواصل مع الهلال الاحمر الفلسطيني لارسال المساعدات من خلال المتطوعين، بنقابلهم على الطرف الثاني وبنسلمهم جميع المستهلكات والمستلزمات. بعد كده بيكون الوضع طبعا وتقييم الاحتياجات اتضح بالنسبه للهلال الاحمر الفلسطيني، بيبدا يبقى في ارسال مساعدات مره ثانيه وثالثه. ده بالاضافه على إن الجمعية برضو بيجي لها اتصالات دولية من الجمعيات الشقيقة نحو إرسال مساعدات. إحنا طبعا بنستقبل الاتصالات ديت وبنستقبل المساعدات وبنقوم على مراجعتها مراجعة سليمة والتأكد من صلاحيتها وإرسالها إلى جانب الهلال الأحمر الفلسطيني. كان في إقبال جديد كتير جدا من المتطوعين فعمليات التعبئة، ويمكن كان في رغبات كمان، هم فاكرين إن إحنا نقدر نسافر نقدم المساعدات دي لقطاع غزة، لكن للأسف إحنا دورنا بينتهي عند التعبئة وتجهيز المعدات وبنرسلها لإخوات أو لزملائنا في فرع شمال سيناء للأحمر المصري اللي بدورهم بيحولوه لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.